السلام عليكم الأصدقاء ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا التحركات ديال سفيان بوفال. اليوم قدم أحسن مباراة ديالو مع الفريق ديالو الريان القطري. نقدروا نقولوا بأن سفيان بوفال بدا كيتأقلم مع الفريق ديالو، واليوم قدم مباراة جنن بها المعلق. والأحسن حاجة هو عطى جوج ديال الأسيست في هذه المباراة هذه. أصدقاء ديالي، اليوم كنتأكدوا بأن سفيان بوفال لاعب كبير، وصراحة يلا بدا كينسجم مع فريق جديد، وكنت كنتمنى يلعب مع شي فريق صراحة من غير قطر، لأنه باقي صغير وباقي عنده ما يقول. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا التحركات ديال سفيان بوفال والمستويات الكبيرة اللي قدمها اليوم، أنتم شوفوا حكموا. وكنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يشجعنا بلايك. بغيت نوصلكم أخوتي المغاربة بأن 70% اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالنا ما مشتركينش في القناة، وغير 30% هما اللي مشتركين. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يشارك في القناة، يفعل الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما الجديد. تهلاو ليا في راسكم، ندوزو نشوفو الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالي. خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من صميم ديال القلب ديالي تبركوا على داك اللايك، بارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، ما كرهتكمش خوتي المغاربه، تشاركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.